يقولون ان الموسيقى فن وذوق، عشان كذي احنا اليوم في ضيافة حصرية عند الموسيقار البحريني جمال القائد. خلنا نتابع تفاصيل في التقرير التالي. في كلاسيكية نعومة، تغيير الشيء بيصير تغير. خبرتي وايد تعبت عشان اوصل دي المرحلة، مثل ما تفضلتي ليش انا تخصصت الموسيقى التصويرية. وايد اشتغلت على نفسي، وايد شريت برامج، قط النظر عن العلاقات، قدرت اخلق لي لون، اتعب على اعمالي وعلى الحاني واشتغل فيهم وايد بضمير، اعيش المسلسل، اعيش القصة، اعيش الشخصيات. جمال قائد طبعا بدأ في 95 التلفزيون، صدني فضول، صدني شغف ان انا اشوف المقدمات البرامج وفيها مقطوعات عالمية، وكنت في البيت اقعد واسوي الموسيقى، فقلت ليش ما اعرض على المسؤولية وقتها ان انا ترى الف موسيقى. وفعلا تجرأت ورحت حق الاستاذ قحطان قحطاني، وقتها كان مدير الانتاج، وقلت ترى انا الف وكذا وكذا. رحب، قال عاد انت قادر يعني تسوي بنفس المستوى اللي احنا نحطه يعني. قلت له ان شاء الله. ففعلا اشتغلت كذا برنامج وانتبهوا ان في شغل حلو وفي ثيم حلوه، فاشتغلت كذا برنامج. ووقتها كان في يعني نقولها بالعاميه فقر في المقطوعات المؤلفه من اشخاص معينين، لان كلها مقطوعات عالميه حتى في الخليج. الشو مع الخيول والعارض وهذه، في جزء صغير أغنية الجميري تو النهار. فأول شيء سويته يعطوني الفكرة، قلت لهم لازم أجي أبا أدرس خطوات الخيل، لأن في مترنوم عندنا في الموسيقى، في مترنوم تك تك تك، هاي الميزان. وأنا قعدت أشوف الريول الحصان وانا قاعد اتذكر، يعني كان مغربية وظلام وعندي التليفون احسب. فقلت لهم خل على الاقل تستعرض اي شيء، فحاولت اعرف السرعة مالت الخيل. فرجعت البيت وسويتها، حطيت عليها ايقاع. ثاني يوم اتصلوا لي، طبعا طرشته في الليل لان ارجنت، كان باقي 3-4 ايام على العرض. فكلموني ثاني يوم قالوا لي الخيل رقصت بطريقة مو طبيعية، راحة نفسية، المدرب كان يعطيها اللقطات. والتحدي إن شلون أسوي موسيقى، هو العرض كان ساعة ونص وكله أوركسترا حقيقية، شلون أسوي موسيقى أواكب فيها الأوركسترا اللي طبعا سووها برا أجنبي. فالأجنبي كان موجود وسأل، قال هذه أي أوركسترا، من وين سويتوا ذي المقطع؟ فقال هاي عندنا بحريني سووها.
مثل ما تشوفين دي المشهد من مسلسل آدم وحواء، هذا آخر عمل عندي وحصري للأيام لكم. نشوف في المشهد طبعاً ميساء مغربي ومحمد العلوي في مشهد جداً مهم وجد يسمونه سين، يعني اللي بيقلب موازين المسلسل كله. هني عندنا هو ترجي وفي نفس الوقت بنستعد حق صدمة عودة، فبيصير نوعاً ما مو بمناسب مو باثنين قاعدين يحبون بعض ومشهد إيجابي، هني المشهد وايد سلبي. فلذلك أنا اخترت سولو كمان اللي هو دي. في شجن، في حزن شوي، لأن لازم أنا أهل إن في حزن. ليش؟ لأن المشهد اللي بيه عقب صدمة، وبعدين هي تصدمة صدمة العمر أو صدمة المسلسل كله اللي بينبني المسلسل على هاللقطة دي.